هاي عندنا البطاطا الحلوة، هاي الأزهار مالتها، فتشي حلو يعني يمشي بالأرض ويتحمل الملوحة ويتحمل يعني التربة، يعني حتى لو كانت قاعدية هم يتحملها. فهسه راح نتعلم شلون الزرعة ونشوف الحمل مالته. أسماء هواي الأسماء، البهنجة والبطاطا الحلوة، الهندال، هذا الوراق مالته هذا يصير سماد. فحتى لو الأرض هاي الأرض الأرض هاي الزارعين بيها مالحة هاي، فهذا ما يتأثر بالملوحة الأرض ما يتأثر. هسه راح نحفر ونشوف. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أي واحد يريد يزرع بالحديقة، أي مكان يعني مثلا يريد يزرع. بسم الله، هاي ما شاء الله. هاي البطاطا الحلوة، هذا يصير افضل اعلاف للمواشي. هذا هاي الارض شلون يحل التربه، هذا يصير سماد ويصير اعلاف، احسن اعلاف. طبعا هذا الصنف هذا النوع امريكي، اكو بعد الهندي هم موجود، واكو انواع بعد عراقي، واكو اشكال اشكال. هذا اي واحد مثلا يريد اقلام، عندنا اقلام ننطيه اقلام. ما شاء الله على طول الأرض يعني. هذا انكسر جوا بالأرض. ما شاء الله، هاي البطاطا الحلوة. احنا نشجع على الزراعة مالتها، شنو بيها جدوى اقتصادية حتى بالسعر.
هذا وقت الزراعة مالته شهر الثاني، العفو الثالث والرابع. هاي بعد القلع، هاي ما شاء الله، هاي 3 قروش بس، يعني هسه هاي راح نوزنها ونشوف وزنها ايش قد. هذا عندنا ميزان، هاي كيلوين و69 غرام هاي وزنها، يعني هاي الزراعة مزرعة كبيرة، يعني خير من الله بيها. الطعم يعني هسه هذا ينوكل بدون يعني ايش ياكل، ايش طبيعي يعني، شلون الجزر يتقلى عادي ماكو مشكلة، ينشوي هم طعم يعني فوق الخيال، طعم كلش حلو. هاي البطاطا الحلوة، وعندنا اقلام ياو اللي يريد يعني يجي ياخذ من عنده، هذا النوع هذا امريكي، واكو نوع ثاني هم عندنا هندي، هم ياو واحد اي واحد اللي يريد من عنده اقلام نطيب الخدمة. هاي ما شاء الله، هذا اللي يزرع على مزرعة كبيرة خير من الله بيها، وإضافة إلى مثلا تتحمل الملوحة، تحمل العطش، تحمل الحار، يعني كلش حلو. وأعلاف تفيد أعلاف، يعني هاي الأوراق مالتها مفيدة للأوراق، يعني العفو المواشي، الأغنام، الأبقار، يعني